الجانب الثاني وبعد كده اللي عرفها. استاذ مصطفى هنا بتسمع الكلام ده هنسمعه من كل اصحاب المهام، بس كمان ضباط الشرطه تحديدا عندهم حساسيه اكثر، لانهم اولا شايفين ان في ضباط شرطه يعني يدافعون عن المجتمع كله ويدفعون ثمنا ولا احد يتناول قصصهم، ثانيا شايفين انه الاساءه لضباط الشرطه وكانه جزء من مخطط هدم الدوله، التعبير اللي بيتم استخدامه دائما. يعني بتوافق على ده ولا شايفه انه كمان وصايه على العمل الفني؟ شوف يا فندم، هو انا متفق في جزء من كلام سياده النائب، انه في مشكله اصلا في الدراما من خلال انه مفيش مستشارين للدراما اصلا، انه احنا عندنا ازمه رئيسيه بسبب انه كل كاتب بيكتب معلومات سواء قانونيه صحفيه مش عارف ايه خاطئه تماما وملهاش اي علاقه بالواقع، بس ده جزء من الحقيقه. لكن اللي هو بفنيات المهنه نفسها طبعا يا فندم، زي يعني احنا كصحفيين يعني تلاقي واحد قاعد بيكتب مقال خد يا ابني وديه المطبعه، المطبعه المقال ده بيعدي على يعني وبيجمع جمع ويرجع تاني يتراجع وهكذا، في اليات تانية، انما واحد بيكتب وخد على المطبعه على طول كانه فرن عيش خد يا ابني. يعني وحد يمسك جريده الاهرام يقول لك دي بروفيت جورنان، على اعتبار ان الاهرام ده جورنان غير مذكور اصلا مش معروف، يعني دي بروفيت جورنان والجورنان مطبوع. يعني طبعا في عوالم خفيه استخدام الصحفي كلام كتير ملوش اي علاقه بالحدوته، وزي ما قبل كده شالوا المقال من على الترويسه فالناس مش فاهمه اصلا المصطلحات يعني تمام. فحاجات كده كتير جدا. لكن المسلسلين احنا بنتكلم عليهم تحديدا ونتكلم عليهم بيان لجنه الدراما تحديدا، لو تلاحظ حضرتك على التتر اصلا هتلاقي انه شكر لوزاره الداخليه. ليه؟ لانه هم استخدموا حاجات من وزاره الداخليه، وزاره الداخليه راجعت السيناريو ده بالمناسبه، يعني انه رسميا المسلسلين دول اتعملوا تحت وصايه وزاره الداخليه المصريه. بس المشكله الرئيسيه بقى مستشار، بص يا فندم، مش حد بيتابع تصوير حلقه النائب يا سياده النائب، ما هو عشان كده انا قلت ايه الدهشه، ان المسلسلين اللي معمولين بشكل واضح جدا برعايه وزاره الداخليه بتاع الرعايه دي مفيش وصايه ولا رعايه. اسمع حضرتك هقطعك، الرعايه دي استخدام ادوات، اكمل بس كلامي. لا لا اصل كلمه وصايه دي انساها حضرتك، ولا رعايه. اكمل كلامي، معلش انا اسف، المراجع موجوده وهرد على حضرتك. اكمل بس، مفيش وصايه ولا وزاره. تمام، وزاره الداخليه مش الرقابه على المصنفات الفنيه، تبع وزاره الثقافه. ماشي، لا انا عارف والله. القصه كلها انه المسلسل اللي بيقال ان هم اتعملوا بتوجيهات من وزاره الداخليه، هم المسلسلين اللي شايفين الساده اللواءات شايفين ان هم اصلا بيبوظوا صوره ضابط الشرطه. ودي مشكله كبيره، انه في الاخر انت بتجيب شخص ملوش علاقه اصلا بالدراما علشان يشرف على عمل فني، فبيطلع العمل الفني اصلا بيشوه صوره الشخص اللي جاي يشرف عليها، لانه في الاخر هو مش فاهم. ما انت في الاخر انت لما اولا احنا عندنا شغلانه بقت موجوده بره ومش موجوده في مصر، الشغلانه دي اسمها دكتور السيناريو. دكتور السيناريو ده بيقعد يشتغل على السيناريو بدايه من الفكره وحتى التتابع والمعالجه ووصولا للمشاهد المتكامله، بيقعد يشتغل على ده ويكون معاه. لما يكون عندي صحفي بيكون عندي صحفي، لما يكون عندي مشاهد فيها لها علاقه بالقانون لازم اجيب قانوني، زي مثلا في مسلسل طايع يجي حربي يقول للعمده انت تتنازل على العموديه، فالعمده يروح يتنعمل تنازل على العموديه في الشرع العقاري. طبعا مفيش حاجه اسمها كده، ده تهريج. طيب طبعا، لان خلينا عشان نشوف القضيه دلوقتي استاذ مصطفى عشان اساعد. تعتقد ان هنا يعني في وصاية فالوصاية جابت نتيجة عكسية، ولا مفيش وصاية مفيش إشراف فطلعت الصورة بهذا الشكل؟ لا، هو في وصاية فالوصاية جابت نتيجة عكسية. هم في الآخر هم عايزين يعملوا صورة ضابط الشرطة الذي لا يقهر، فوصل بيهم الموضوع ان هم وصلوا الحدوته انه بقى وحش بقى شرير. بص، عشان اخد فتله ولو في جمله واحده بس، انا في جمله واحده مفيش